دخل رجل قال أيكم محمد؟ صلوا على النبي. يقول أيكم محمد؟ شفتوا قال الصحابة؟ قالوا له ذلك ذو النياشين والشالات والحلل الحبرات، ايه؟ ذلك ذو الجبة والعباءة، ذلك ذو الطيلسان، يعني ما عفوا يعني، ذلك ذو اللفة البيضاء الطويلة العريضة، ايه؟ تعرف شو قالوا له؟ قالوا له ذلك الابيض المتكئ. الابيض بايده ولا من الله؟ يعني بثوبه ما بتقدر تفرق. وكان قاعد مثلا متكئ فبينه. انما لو مش متكئ يمكن في غير ابيض، ما هو الابيض المتكئ. غير هيك لا تستطيع ان تميزه بين المؤمنين. شفت الفهم؟ يدخل بينه فبالتالي هو واحد منهم عليه الصلاة والسلام.